بالنسبة للكثير من الناس فإن اقتناء سيارة فيراري يعد بمثابة الحلم، وفي مارينيلو تتحول هذه الأحلام إلى حقيقة. لدينا في فيراري تقاليد نفخر بها فيما يتعلق بالسباقات ورغبة دائمة في الابتكار، لكن الأشخاص غير العاديين الذين يعملون هنا وسعيهم الذي لا ينتهي نحو الكمال هو ما يميز سيارتنا عن أي سيارة أخرى في العالم. يبدأ الحلم في إدارة التصميم، حيث تتم مشاركة المعرفة المتاحة لفريق سباق الفورمولا واحد، وتستخدم أحدث التكنولوجيات. ومن المخططات الأولية يصبح التصميم مثاليا بالتدريج، ثم يتطور إلى نموذج إطار سلكي ثلاثي الأبعاد محوسب. تعتبر ديناميكية الهواء أحد أهم جوانب التصميم في سيارات فيراري، ولذلك يتم إعداد واختبار نموذج مصغر في نفس النفق الهوائي المستخدم في اختبار السيارات المشاركة في الفورمولا واحد. لا تدخل السيارة خط الإنتاج إلا بعد أن تنال رضا الجميع. يتم تسخين السبائك المعدنية على حرارة تبلغ 800 درجة مئوية وتصب في قوالب منفصلة. المحرك يحتوي على أكثر من 300 مكون يتم تجميعها يدويا في مصنع فيراري، حيث توفر الإضاءة الطبيعية والأشجار والنباتات بيئة عمل مثالية. بعد بناء المحرك في هذه البيئة ينطلق هدير سيارات فيراري الذي تشتهر به لأول مرة. بينما يجري بناء الهيكل الخارجي للسيارة في مكان مجاور، تمتلك فيراري أحد أكثر وحدات تصنيع الهياكل تقدما في العالم، حيث تجمع بين أرقى المهارات اليدوية والتكنولوجيا المتطورة لإنتاج أشكال تمنح سياراتها التميز الدائم. الهيكل مصنوع بالكامل من الألومنيوم الذي يجمع بين الخفة والمتانة، ويتميز صانع فيراري بتشطيب وتثبيت الهيكل وضبط الأجزاء. بعد استكمال الهيكل الخارجي يتم إرساله إلى قسم الطلاء، حيث يتم إدخاله في سلسلة من 11 خزان غمس وتدويره 360 درجة لإعطائه سلسلة من الطبقات الواقية الصلبة. ثم يأتي دور روبوتات فيراري الرشيقة التي تقوم بطلاء السيارة باللون الذي يختاره العميل. يمكن للعميل الاختيار من بين عدد من الألوان المقترحة أو طلب أي لون يرغب فيه. وفي وحدة التجميع النهائية يتم تجميع كل الأجزاء مع بعضها البعض. الهيكل والشاسيه والمحرك والتوصيلات الكهربائية والتابلو والزجاج الأمامي، كل سيارة تمر بخمسين وحدة عمل متخصصة خلال فترة ثلاثة أيام، حيث تجمع بين أحدث التقنيات والمهارة البشرية والحرفية. وبمجرد تركيب الصالون الداخلي المصنوع يدويا وإحكام ربط براغ العجلات، تصبح السيارة جاهزة للاختبار. يشارك العديد من الأشخاص غير العاديين في تصنيع سيارات فيراري، من الأبحاث والتطوير مرورا بعملية الإنتاج إلى وضع السيارة على مسار الاختبار، وكل واحد منهم يفخر بالدور الذي يؤديه في العمليات.